وقع السحر كيف يعالج؟ هرگی انسان اکتکه وسر سیر باستی لیرا بکرنه یعنی لیرا نوش بکرنه یه چا خوب پاکه یعالج السحر بالرقیه الشرعیه سحره سحر باستی نوش رقیه شرعیه واته تدوی کرنه دا. یعالج بالدعا دعا واته تدوی کرنه یعالج بالادوی المباحة کالحجامه کشرب العسل و اکی با مثلا مثل حجامه یا هنگف تشتك شريعات دهاتي كرني وانت شتوات تدوي كرني ولا يمكن أن نعالج السحر بسحر في الزماني نوكي أم نوشتا نوشتا باكن لأن هذا مخالف للكتاب والسنة چونكي أبا مخالف القرآن والسنة دي ومخالف لأقوال الصحابة والسلف الأمة والأئمة كلمة أصحابي في خنبري مرة وعلمة را حجر مذهبة را مخالفة وفي تقوية للسحرة أواجي قوات دست السحر بازدا وتضعيف للتداوي بالقرآن سواجي مبريك بيوناك ضعيف تبع وهذا جنون أصلا من يذهب إلى الساحر حتى يصنع له سحر ثاني كيف يصنع له سحر أيضا على سحره الأول سواجي أو مبريك بتشابه هنا أو مبريك حشوية تنا مبري بحشة شاطة دباري هاري سحر باستيا كيف سحر باستيا كدني يوخكي ثم الساحر الآن الذي يدعي العلاج لا يمكن أن يعالج هذا المريض حتى يشرك هذا المريض ويقدم شيئا للشيطان دا هرگی هری با سهر بازه که نوشته که بکی او که پاک ناکه تر را یاردمه که ناده حتی تو شیرکی نکی حتی تلی را قربانه که شرجی نکی ثم العلاج بالقرآن مضمون 100% الحمد لله امزانه که تدابیه قرآن و سدیده ست دکاری به پاک بی والعلاج بالسحر ليس مضمونا ولا 1% اما علاجك تدابیه سهر باستی و نوشته تو نکاری تدا گارانتی بدی بل الضرر متحقق 100% والشرك اما ضرره ویادت کسی زانی ضرره وی سدیده ست